جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة. هل هذا خاص بالرجال حيث أن المرأة لا تصلي الفجر في جماعة؟ يتناول النساء، ما شاء الله، يتناول النساء. فالمرأة أيضا إذا جلست بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل في مصلاها إلى أن ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين فإنها تنال بذلك الأجر، ثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن كان أجر الرجل الذي صلى في جماعة يختلف عن أجر المرأة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا وصلاتها في بيتها. نعم. جزاكم الله خيرا.